هجوم الان، كره بجهه اليسار، تبقى المحاوله عن طريق الحارث حاتم، تمرير والهجوم داخل منطقه الجزاء. السنغالي يسجل لنادي القاسم هدف راح وجميل. وشوف داود، شوف الرقصة والاحتفال بهذه الطريقة، وبالتالي داود يسجل أول أهداف المباراة لمصلحة القاسم. الكرة العرضية وبعد ذلك بيسارة، حط الكرة على يسار حارس المرمى فهد طالب. الله 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 على السنغالي. شوف الكرة العرضية عن طريق كساب، مصطفى كساب اللبناني، وبعد ذلك السنغالي يضع الكرة بيساره على يسار حارس المرمى فهد طالب ليعطي التقدم لمصلحة فريق القاسم. هذا السنغالي اللي غير نتيجة في يوم سجل حمادي أحمد وتعادل أمام زاخو بدون أهداف. كرة ملعوبة الآن، إبراهيم بايش يحاول من خلال هذه الكرة على الطرف الأيمن، عرضية خطيرة. جول التعادل، التعادل للصقور من خلال هذا اللقاء بكرة رائعة. الله على تسجيل الهدف، رائعة جدا عن طريق البديل أحمد كوني. سجل، نعم سجل التعادل بهذه الطريقة الرائعة من خلال اللقطة الماضية. شوف إبراهيم أحمد لك، شوف الإعادة، وبالتالي الكرة إلى داخل الشباك، كرة إلى داخل الشباك. الله الله على تسجيل الهدف، الله على الهدف الرائع والجميل من خلال اللقطة الماضية، وبالتالي أحمد لفته كوني يسجل، أي نعم، بطريقة رائعة وجميلة لمصلحة القوة الجوية. هدف التعادل الآن.